الحديث في رواية عن مولانا الباقر عليه السلام قال: كان فيما أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران: يا موسى إنه أو إنه، يعني من النهي، إنه بني إسرائيل عن الزنا، فإنه من زنى زني به. البعض يقول هذه الرواية هل تنسجم مع العقيدة أم لا؟ أين الخلل الذي يشار له؟ هو في ما سيأتي. قال: فإنه من زنى زني به أو بالعقب من بعده. واحد يقول وش ذنب عياله؟ هو زنى، عياله ما ذنبهم؟ الحقيقة ليس بمعنى أن الله يفرض على عياله الزنا، لا، الله يعلم من الذي إذا أعطيناه الاختيار سيختار الزنا، يعلم أو لا يعلم؟ هل علم الله فرض على الناس؟ بمعنى أنا الآن عندي صديق، أقول هذا الصديق لو تسوي لها الحركة والله بيقول هالكلمة، أنا أعلم غيبه؟ لا. جاء سوى لي الحركة فصدرت منه الكلمة التي قلتها، قلت له ما قلت لك بيقول هالكلام؟ يقول ايش دراك؟ صديقي وأعرفه، أعرف تفكيره، علمي بتفكيره يسلب منه اختياره أو أنه مختار يقولها لو ما يقولها؟ مختار. فعلم الله بما سنفعل لا ليس فرضا علينا ذلك، لعلمه هو الخالق يعرف هذا وش بيختار، فالله لا يخفى عليه شيء، عليه شيء. فالله إذا الأب صالح قد يمن عليه بذرية صالحة، مو يفرض على ذرية الصلاح، لا، يعلم من سيختار الصلاح سنجعله من ذرية هذا الرجل، من سيكون زانيا لو أعطيناه الاختيار سنجعله من ذرية هذا الزاني. الآن لما نقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني نبي أولاد زينين صالحين، هل معنى ذلك أن الله يفرض على أولادنا الصلاح؟ لا، سيعطينا أولادا إذا أعطوا الاختيار سيختارون الصلاح، فإحنا طلبنا من الله يعطينا ذرية صالحة. فالذي يزني يمس أعراض الآخرين، يمس عرضه، وايش ذنب المزني بها؟ هي اختارت، الله قال يعلم من التي تختار الزنا سيجعله في ذرية هذا الزاني، لأنه تعدى على أعراض الناس، أنا أجعل كما تدين تدان. شوف الرواية، الرواية تقول: فإنه من زنى زني به أو بالعقب من بعده، يا موسى عف من العفاف، يعف أهلك، يا موسى إن أردت أن يكثر خير بيتك فإياك والزنا، يا موسى بن عمران كما تدين تدان. واحد يقول هاي الزنا، لا، بعض الروايات تتكلم عن بعض الأمور المرتبطة بالجانب الغريزي. مثلا هالرواية عن مولانا الصادق: ما يأمن الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم. القاعدة كما تدين تدان، إذا يقعد واحد في الطريق والمرأة الرايحة والجاية طالعها، هي عرض الآخرين كما تدين تدان، بيجي وقت ناس بيطالعون أهلك، فالغيور غيور على عرضه وعلى عرض المؤمنين ما يطالع. إذن هذه الروايات تؤكد على أنه حتى لا تبتلى بالنظر أو التعدي على من تحب امسك نفسك عن الآخرين. لكل عضو، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لكل عضو من ابن آدم حظ من الزنا. الزنا مو بس عضو واحد، العين أيضا لها حظ. قال: العين زناها النظر. لهذا الله يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الإمام الصادق يقول الفرج هنا يقصد العين، شلون يعني؟ لأن الفرج بالمعناه الحقيقي يعني
هذا، إنما لا يحفظ بالنظر، ينظر فتتحرك غريزته فيقع في الفاحشة. ليش القرآن يقول ولا تقربوا الزنا؟ لا تقترب، هاي المقدمات، نظر، سماع، علاقات، توصل بعدين. لأن الغريزة إذا قويت العقل يضعف، فنصرنا الشهوة على العقل وقع ما لا يريده الله. إذن المسألة من العين تبدأ. روي أن عيسى بن مريم قال للحواريين إياكم والنظر إلى المحذورات المحرمات، فإنه بذر الشهوات. تحط بذرة الملولة، هذا بذر الشهوات، ونبات الفسق، ينبت فسق وتمرد على الله، هذه النظرة. عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبصرت العين الشهوة عمي القلب عن العاقبة، ما يفكر فضيحة بتصير ما بتصير، أحين همه يقضي شهوته، فالقلب يعني جهة الإدراك تتعطل، ما يفكر وش بصير، فضيحة بصير، ذنب، نار، غضب الله، كله ما يفكر فيه ويقدم على الخطأ. لهذا عن أمير المؤمنين عليه السلام العيون مصائد الشيطان، فخ مصيدة يجعلها للوقوع في المعصية. من ملأ، في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من أصاب من امرأة نظرة حراما ملأ الله عينه نارا. بس لو عندنا يقين ما نظرنا، أي واحد جيبه أقول له منجيب لك أجمل امرأة في الكرة الأرضية، ملكة جمال، مجرة التبانة، ونخليك تطالعها 10 ساعات، بعدين من يحرق عيونك 5 ثواني بس يقبله، كيف النار اللي الله سجرها لغضبه؟ فلو كان اليقين موجودا لكانت هذه الرواية تكفي. من أصاب من امرأة نظرة حراما ملأ الله عينه نارا. روايات عديدة كلها تحذر، كم من نظرة جلبت حسرة، من أطلق طرفه جلب حتفه. إذن تحذيرات عديدة، لأن المشكلة اليوم صار النظر سهل، يعني الأجهزة ودتنا إلى تيسير المعصية، وبالتالي الامتحان صعب. هذا الآن تقدر تطيع الله فيه، في أي مكان في مفاتيح الجنان، في أي مكان في قرآن، في أي مكان في محاضرات، في أي مكان في كتب، وفي أي مكان في معصية. فكما تيسرت الطاعة تيسرت المعصية، الإنسان وما يختار. لهذا الإنسان من ينظر لهذا يذكر الله حتى يستخدمه الاستخدام الصحيح. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على محمد وآله الطاهرين. الله.